بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله يدخن، عضو جماعة زمران الشرقية تابعة لإقليم قلعة السراغينة. بداية أود أن أشكر الأخ سعد على هذه المبادرة الطيبة اللي من خلالها يعني كتحملوا واحد العدد ديال الوقائع المتعلقة بالتنمية في إطارها الشمولي لدى الدوائر المختصة، وباعتبار أن الصحافة السلطة الرابعة في المجتمع تلعب دورا طلائعيا في تثبيت الأمور وفي التوازنات الاجتماعية والسياسية إلى غير ذلك. أود أن أشكر الطاقم من خلالكم والإدارة المركزية للجريدة ديال أشواق اليوم. من خلال هذا الروبورتاج هذا أود أن أضع أصبعي على جرح عميق، وهو هذا الطريق يتعلق بإنجاز هذا الطريق الرابطة بين بويدا وبين أولا ذرقيعة، يعني خارجة حتى الطريق الرئيسية ديال طريق مراكش دمنات. كان عندنا القادوس ومشاو ردموه وردوا لنا المال للدار، ومشيت انا للجماعه قالوا لي سير هذا فتشي، قلت للشاف قلت له قال واش دير القنطره، قال لك انا ما عندي قنطره ما ندير القنطره. مشيت انا للجماعه قالوا لي سير عند الرئيس، الرئيس اللي تيمشيو فيا تنقول له ما تعمر ما يسوق، قفلوا عليا ولا ضاربه التريب رجع الفدرة باري يجيبها. والقادوس ردموه لينا هنا، كان من الفايت تخرج من القادوس هردمها هو كاين الهجي هادشي اللي طلع هو هذا. شكون اللي ردم لكم القادوس؟ الشركة. اي دارت لكم؟ ها هو ردموه، هو غبروه بالقروبة ودارت هو غبروه. قلت له سرحوه، قال ما بغيت سرحوش. تنجيونا ما تنجيوش نخلينا عبد السلام ندخلوا المدرسة. كتخوف الشمس؟ اه. واش ما تيخليناش نشربوا، تنقولوا تنبيو نقولوا لهم ما يخلونا نشربوا ما تيبيوش. وكرة بالنسبة للكرة والملاعب؟ ما دارهمش هنايا، ما دارهمش هنايا. قال لنا أستاذ راه قدر بيديرهم. ما درت لهم ما عرفت. كاين ملاحظات، وهذه الملاحظات هي ملاحظات مهمة جدا، أريد أن تجد وقعا للحلول الناجعة باش تحل. الآن كنشوفوا الطريق على وشك النهاية الأشغال، ولكن المؤسف واللي خفنا منه وخفت منه السكينة هو العلو ديال الطريق اللي ولا تقريبا فاق متر تقريبا. انتم كتشوفوا هاد الخراجات هادو شحال غارقين، والطريق علات بواحد المترو، وهاد الدوار الان اصبح في حفره. انا كنقول بانه اصبح السكان كاينين في حفره، والماء كيجي من الجبل. الى جات المياه نتاع الله سبحانه وتعالى عبر الامطار الغزيره راه غتولي واحد البحيره هنا. احنا طلبنا من هاد الناس المسؤولين على راسهم السيد المقاول باش يدير القنوات نتاع صرف مياه الامطار باش تفك المشاكل ديال الدوار، ولكن ما لقاتش الصدى ديالها. وكرئيس اتحاد المجتمع المدني للتنميه القرويه بزمران الشرقيه كتبت للسيد القائد اللي كنثقوا فيه واللي في الحق من خلال الكتابه عده مرات استجب والتعاون معنا كيتعاون معنا، كتبت له رساله معززه بعريضه ديال السكان على اساس انه اتصل بالدوائر المختصه
باش يلقاو الحل قبل نهايه اشغال، لانه ملي يدوز القدرون ما بقاش الحل. واحد النهار غادي يبدا كنحفروا حنا هذا القدرون باش نديروا مسالك ديال الماء. وهذه ما كيبانليش بانه مخطط عقلاني وبرنامج ديال الناس اللي كيفكروا في المصلحه ديال البلاد وديال المغرب وديال المواطنين. حنا عندنا 6 الخراجات الان من هنا حتى الدوره ليه، يعني غادي لواحد الكيلومتر ونص. ولكن اعتقد ومن خلالكم وجه الكاميرا لهذ الحفره هذه فين بغا يمشي الماء ديالها. هذه زنقه وهذه زنقه، هذه الزنقه غادي تشد هذيك غادي يخرج الماء من ليه، وهذه منين غادي يخرج الماء ديالها. وإلا جيتي تحسب هذه الزناقي راه غادي تلقى واحد 10 ولا أكثر من 10 ديال الزناقي. وأنا كنقول لك سي أيت حمان عمر اللي كاين في الشوكه من ليه دارو غتريب، الأمطار الأولى الثانية خص الدار تطيح. من خلالكم من خلال هذا البرنامج هذا ومن خلال الجريدة ديالكم أود أن يكون لها وقع إيجابي باش تكون عندنا هذه الحلول. يعني الطريق راه مزيانة والطريق راه فكات العزلة، ولكن الطريق بدون شروط ضرورية تتولي نقمة عوض أن تكون نعمة. وشكرا.